أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هلوما نتحاجج أشكركم مرة أخرى على كل مداخلاتكم اللي بتسووها معنا ونوعدكم أننا دائما لح نتعامل مع هذه الأسئلة اللي أنتم بتسألونا هي بعناية فائقة وأننا نحن نعمل المستحيل على أساس نتطرق لها أحيانا مو بس نجاوب عليها في الـ الصفحات الاجتماعيه اللي انتم بتشاركوا معنا فيها بس حتى بمشي ترى في المستقبل نسوي حلقات خاصه عن هذه المواضيع الجميله جدا اللي انتم بتشاركوها معنا اليوم رح نستمر في نفس السلسله اللي ابتديناها قبل تقريبا عشر حلقات كلها عن موضوع صلب المسيح وايش الشهادات اللي موجوده اللي تثبت ان المسيح انصلب الحلقه اللي مضت واللي قبلها كنت بتكلم عن شهاده الرسل رسل المسيح عن صلبه من خلال وعظاتهم ومن خلال رسائلهم اللي موجوده في العهد الجديد. الان راح استمر ايضا في شهاده الرسول بولس، المره اللي فاتت ذكرنا بعض الاعترافات اللي هو سواها او الرسائل اللي كتبها في رساله روميا. اليوم راح نكمل ايضا من نفس الرساله. فمثلا في رسالة روميا الإصحاح العاشر الآية تسعة إلى عشرة يقول لك لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت ودي الآية دي أصلا اه أيضا اه 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 تحقيق لشيء ذكر في العهد القديم اه في رسالة للنبي يوئيل اه فهنا الرسول بولس بيقول تحققت هذه الرساله اللي موجوده في العهد القديم في عمل المسيح لكن لاحظ الالفاظ لانك ان انت يعني انت كل واحد فينا ان اعترفت بفمك لاحظ اعترف بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله ايش اقامه من الاموات خلصت طب ليش الله راح يقيمه من الاموات لو ما كان انصلب هذه مهمه جدا معنى كده أن الرب يسوع أنصلب ولأن الرب يسوع أنصلب معناها اندفن وما دام اندفن فعلا أقام الله من الأموات بقيامته الآن أتبررنا والرسول بولس هو بيذكر هذه الآية على أساس يوصلنا للشاهد اللي موجود في العهد القديم عشان يوريك أنه هذه الآية مربوطة بهذيك الآية اللي هي في العهد القديم آه لأن اللي يدعو باسم الرب يخلص أو اللي يطلب اسم الرب يخلص هي هذه اللي موجودة في العهد القديم لكن بيوريك أنه في رابط الآن ما بين هذه الآية اللي في العهد القديم وهذه الجزئية في الرسالة اللي هي في روميا عشرة لأن الرب هنا هو الرب يسوع المسيح مرة أخرى ليش قيامته أو إقامته أو الله أقامه من الأموات مهمة معناها أنه انصلب انصلب مات على الصليب اندفن وبالتالي قام من الاموات لو فعلا اعترفنا بهذا الشيء اتبررنا قيامه المسيح مهمه جدا من الاموات موت المسيح فقط لوحده على الصليب غفر خطايانا لكن رجع لنا خطايانا لزيرو للصفر يعني ما عاد في اي شيء لكن هذا لسه ما يسمح لنا ندخل السماء ونكون في محضر الله قيامته من الاموات معناها الان الله قبل عمل الكفاري قبل الذبيحه اللي هو قدمها بنفسه وما دام قبلها نحن كلنا مقبولين الان في محضر الله عشان كده مهمه جدا في رسالة روميا أيضا الخامس آية سبعة يقول لك لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا عيد الفصح ده أو يوم الفصح اللي هو ابتدأ في العهد القديم وخصوصا قصة موسى وشعب الله لما نخرجهم من مصر مين خرجهم الله استخدم موسى عشان يخرجهم من مصر ولما خرجوا من مصر آآ آآ الله قال لموسى يكلم كل الشعب كل بيت يجيب خروف او شاة ويذبحها وياخذ الدم ده ويدهم بيه على عتبه الباب وعلى اساس انه ملاك الموت لما يجي في الليل لو ما شاف هذه العلامة بالدم ما حد راح يخلص في ذاك الـ الـ اللي هو ابنه البكر ما راح يخلص راح يموت، ليش؟ معناه ما في ايمان لكن بالدم في ايمان معنى كده بنعمة الله راح ينجي او ينجي ابنهم البكر اللي موجود. فهذه هي فكرة عيد الفصح، فالمسيح هو الان صار فصحنا ليش؟ لانه هو اللي مات على الصليب رمز العتبة بدمه على هذا الصليب اللي هو اطلطش اطلطخ فيه معناها نفس الدم اللي اتحط على العتبه وهذا المسيح هو حمل الله هو هذه الشاه اللي ماتت وبالطريقه دي حقق المسيح هذه الرموز اللي حصلت في العهد القديم في رساله كورنثس الاولى الاصحاح الاول ايه رقم 18 يقول لك فان كلمه الصليب عند الهالكين جهالة واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لاحظ الالفاظ ما قال فان كلمة الانجيل لا قال كلمة الصليب ما قال ان المسيح عند الهالكين جهالة لا في في ناس كثيرين على فكرة ما هم مؤمنين بالمسيح بس يتكلموا بطريقة او باخرى عن المسيح انه فعلا كان شخصية حلوة شخصية جذابة لكن أول ما تذكر لهم الصليب أنه مات على الصليب عشان في دام يتريقوا عليه يقول لك يا شيخ إيش الكلام الفاضي ده إيش اللي معقولة يعني المسلم يقول لك معقولة الله يعني يموت على الصليب ولما مات على الصليب يقول لك مين اللي كان يمشي العالم ده ومين اللي كان يحكم سوء فهم سوء فهم بالخالص يعني بالتمام على طبيعة المسيح المسيح هو الله الظاهر في الجسد والله القادر على كل شيء يقدر يسويها يعني معقولة يعني الله قدرته محدودة يعني سبحان الله يعني يقدر على كل شيء وهو العلي القدير وفجأة تيجي على موضوع الصلب وأخذ الجسد سار ما هو علي ولا قدير يعني ماني فاهم كيف يعني تفكيرنا أحيانا فالعمل هذا مهم جدا 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 وعشان كذا كلمة الصليب لما تشاركها مع الجاهلين اللي ما يعرفوا المسيح مع الأمم مع ال الناس اللي ما هم مؤمنين به يتريقوا عليك يقول لك جهالة لكن لنا نحن المؤمنين هي قوة الله ليش ليش هي قوة الله لأن الصليب وعمل الصليب هو اللي نجاني يعني في شيء أقوى من كده خلصني من الطبيعة الساقطة من طبيعة الخاطية وغيرني وصرت إنسان مختلف لأن الآن صرت أنا خليقة جديدة في المسيح بسبب عمله هذا الكفاري هذه قوة ما يقدر أحد يسويه إلا الله تقدر تحاول بنفسك تغير نفسك لو تحب بس معظم الاوقات تتغير من برا يمكن يمكن شكلك يتغير انا اتذكر لما تطوعت وما ادري ايه اللحيه كده ولبسي صار يختلف والفاظ صارت تختلف لكن من جوه زي ما انا لا زلت تعبان بحاول اسوي كل اللي اقدر عليه على اساس اتاكد فعلا ان الله راضي عني وما إلى ذلك لكن في المسيح حسيت التغير حصل من جوه مين يقدر يغير نفسه من جوه كده بسهوله يعني فهذا هو اللي بيصير كلمه الصليب عند الجاه الهالكين جهاله وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وهذا مهم جدا وأحب أختم الحلقة دي بآية أخرى في رسالة كورنثوس الأولى على الثاني آية رقم اثنين بتقول لما جاء لهم بولس على أساس يكرز لهم ويتكلم لهم عن المسيح شوف قال لهم إيش لأني لم أعزم لم أعزم نعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا، لاحظ يعني أنا صلبت نفسي بيقول لهم مع المسيح، كل اللي شايفينه واحد ميت حي في المسيح فقط، اللي أقوله هو كلام المسيح ما هو كلامي أنا، لا بعقلي ولا بتفكيري وانسوا عني كل الماضي اللي أنا كنت فيه، إن أنا كنت فعلا فريسي ومتعلم ومتع... كل اللي أنا كنت أعرفه راح، اللي أعرفه الآن المسيح فقط، وكل اللي أتكلم عنه صلب المسيح، هذا اللي أعرفه. ليش لأن صلب المسيح هو الكرازة وهو البشارة السارة وهو قوة الله وهو الخلاص وال يعني عندك أكثر من شيء أتكلم عنه بسبب صلب المسيح فهذا اللي بيقول لهم الرسول بولس يعني إيش اللي يخلي واحد مثلا كان مسؤول مهم جدا ما بين رؤساء الكهنة والفريسيين فجأة يترك كل ده ويجي يكرس في حاجة هو بنفسه بيقول لك لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة يعني إيش اللي يجبروا على كده يعني فلازم نسال نفسنا هذه الاسئله يا احبائي هذا الشيء مهم جدا ويتعلق بخلاصكم ويتعلق بحياتكم انتم يا احبائي الى ان نلتقي بمشيئه الرب في الحلقه القادمه صلاتي انكم فعلا تروحوا وتراجعوا كل هذه الحلقات اللي سويناها الى الان وتشوفوا الشواهد اللي انا ذكرت لكم هي ترجع لكل هذه المراجع وكل هذه الايات آه سواء عن طريق النت او اتواصلوا معنا ونحن ان شاء الله نحاول ندبر لكم طريقه انكم تشوفوا فيها الكتاب المقدس حتى تتحققوا بنفسكم الى ان نلتقي في الحلقه القادمه الرب يبارككم ويكون معكم